برساب كجبل كسرارة يا كقريب قلي مناسبة بلارن ولو قد جحدي جاي دسمها دير لو كردين أيو أسبتال كتي بيدا كجبل كسرارة وحنا دسمها دقارها كوب حايا صدري أربشو كسوتشي دكجبل كسرارة وكلا شو جو الدمضة إنجليز كي سويسرلان وحنا العقدنا قاري ساسة دحكون يشان بغل دولار كمريكا ك فاهمين كبيعي شيخ البلد كمجال دعينا باشيخ محمد سراد دخره ويسوق الجوس هذا شيء العقد تاسي انت ما تناك بعض وحنا تاجن هاي أسبتال كي تي بيجا نتاجن هاي الله واحد دقي دير الجوس ما ينير دير كاس وهاي العقد هذا تهاي لبا قرا قرا بره هري يدي بتي نمد على يرا ويسوي سرلانا بره العقد ديبي وأنا أرى أن هناك 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 أيام ما تلقى عسبتال كي تبي كل حد جينا هنا يا إلهي وحنين بري ماشى كسر صارتين إلهي خير ماركتي هجليه حتى أمريه ما شاء الله تعالى صدقته وما أنت ماركتي حلي كان حلي أربعة البشرة وحلي هذا صدقته آدي أضف عن تي تذكر مسلمتي وحنين بورينا يا هنا ماركت صدقة دستان سيب ودنا كبارة كدعي أبارة أنا وحى كتر كران كسر تران سدواها وزارد عافمات كي قبل كسرار محمد ظاهر بره ما يركدك مدع عينبا أحمد غني عبد الحاج يوسف يبرساب كقبل كسرار علي محمد فرح أي يجو سيس كميل وقوم هن قي حمناها قرب شو جاي قبل كود وحصات راي وحنا سوين قول إرادين مهمة دا وعسبتال كول هاد اسمها دير كمان تلقو كرنا أيو سلام كده وشيء محن كول هذا شيخ قرنا دي وقوق قاتن عسبتال كون دي هرجل كسر قوق قاتن جلد كم بيك قوق قاتن ما أنت لو حبيت تعرف إنه تيب دي محن كول هذا دير كذي لأن ده واحد أيو هو العشرة أقول له حبيبي اليوم كنت محله ووحدة محله هذا لقام هذا اليوم والله ده اللي هذا سويسرلان مرة رأى العقد على صدر تي العقد تي بده الجليي يكون جود كان الجليي سدوا عارف ما تكون شيء جيو يجود كان ساكن متجمعه وبشو تاي صدر يهبنا كلاير هير هير إنجليز العقد يكون كل صدر سريش محمد الشراوي سودي بتوه كل كم كي هاي انت بقى أهلاً يا جزاك الله خير وحنا نكسب بعد قليل سنة وحصلنا من قط بكل دقيقة يا ملقو أسطورة يا هالكني كل كا الشيخ محمد شريعة قل الله كلا العقد بحساب هذه أتبنى قم هذه لنا جزاك الله خير بالله سؤال كان واعس بسال كتير بيدا وقبل كان باهيو نقبي ما أنت الدير بالله وحده يا سيدا المسؤولين تبغى الشيخين دير كاسو أي سوابين جاليها تبدي تشوجة الله خير بنا بعد قلتين een horana waxaan u rigmaa gobolkan waa iska xagaawaka agoon baan lahaa in jaala kara in la qoro ayaan ogaa laakiin qoladan hadheer iyaga diiwaanka labaad baan gelinayaa hadii aan la dhaadan waxa kala qoro kala soo koro dhawo sigistaba ee deeqda lacagta ah ee maanta soo dhiibeen qorbojooga gobolka Saraar ka dhashay ee ku kala sugan wadamada Switzerland iyo Ingiriiska ayaa waxay ku soo beegmisaa xilli muddooyinka u dambeeyay lagu dhaliilayay in qorbojooga gobolka Saraar aanay ka qayb qaadanin horumarka gobolkooda ka socda balse hadda waxay u muuqataa inay guntiga u xidheen sidii ula tartami lahaayeen qorbojooga kale ee dhigooda jaamac booda cade TV qaranka Somaliland